أخبار الثامنة مساء من 218 مشاهدينا نستهلها بأبرز العناوين. أزنتان وجنزور ينهيان الخلاف بينهما ويوقعان الاتفاق مصالحة. مجلس الأمن يطالب مجلس النواب المصادقة على حكومة الوفاق الوطني. خسارة 3 ملايين برميل من النفط نتيجة استهداف داعش لخزانات شركة الهروج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. وصل وفد من حكماء وأعيان مدينة زنتان لمنطقة جنزور في إطار مساعي الطرفين للمصالحة، هذا وقد بدأت قبل قليل التحضيرات الأولية لانطلاق مراسم توقيع اتفاق مصالحة نهائي بين زنتان وجنزور. ونص الاتفاق على التعهد بين الطرفين بحل كافة المشاكل العالقة بالحوار والتفاهم وإخلاء السبيل المقبوض عليهم بسبب الهوية إن وجدوا، كما تعهد الطرفان بعدم القبض على الهوية وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة لكل من الطرفين، كما أكد الطرفان على عمق العلاقات الأخوية بينهما. هذا وقال شعبان العمياني رئيس المجلس الأعلى لقبائل زنتان في لقاء مع قناة 218 إن 4 أشهر من المفاوضات سبقت إجراء توقيع اتفاق الصلح بين مدينتي زنتان وككلة، ذاكرا بأن أعيان وشيوخ مناطق الأصابع والحرارات والحوامد كانوا جنبا إلى جنب مع اللجنة المشكلة من الطرفين في الوصول إلى اتفاق يقضي بخروج القوات المسلحة من مدينة ككلة وعودة النازحين وتبادل الأسرى بين الطرفين وتشكيل لجنة من القادة الميدانيين لمتابعة الاتفاق، مشددا على أهمية رفع الغطاء الاجتماعي عن كافة الخارجين عن الاتفاق من الطرفين. بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من جهود الخيرين من القبيلتين الزنتان وككلة ومن أهل الخير والإصلاح من أخواننا في الأصابع والحرارات والحوامد وغيرهم من رجال الصلح في ليبيا، تم بالتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى مع بلجنة من زنتان ومن ككلة في الاتفاق، عدة اتفاقات وعدة محاور في من قبل 4 أشهر أو 5 أشهر في الماضي، حتى اتفقوا ووصلوا إلى صيغة اتفاق تنهي الخلاف. ولا يعني أنا أخوي بكري الصلح هو عندما تعود الحقوق وعندما تعرف الحقائق هذه يصبح صلحا. الآن اتفقت الناس في إنهاء الماضي وتبدأ بالبذرة الأولى وهي النقاط الأولى التي اتفقنا عليها، وهي النقطة الأولى خروج القوات من داخل ككلة. 2 عودة النازحين إلى منازلهم. 3 اتفقنا في استبدال وتبادل المحتجزين والأسرى من المدينتين. 3 تشكيل لجنة من القادة الميدانيين لمتابعة هذا الاتفاق، وهذه هي أهم نقطة، هذه أهم نقطة التي هي تشجع على هذا الصلح وعلى إبقائه ورفع الغطاء الاجتماعي على جميع من يحاول أن يعود الخلاف والمشاكل داخل هذه القبيلتين أو في الجبل عامة أو في ليبيا خاصة. وتم التوقيع بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى في منطقة السوادنة برفقة أخواننا من الحرارات والحوامد وبعض من اللجان الأخرى التي لا نستحضر اسمها، جمع غفير من السواد من ككلة ولجنة من الزنتان.
رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب المصادقة بشكل سريع على الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. كما شدد المجلس على أن مقر حكومة الوفاق الوطني يجب أن يكون في العاصمة طرابلس، مبديا قلقه العميق إزاء التهديد الإرهابي المتنامي في ليبيا، وداعيا الحكومة الجديدة إلى التركيز بصورة عاجلة على مكافحة هذا الخطر حسب ذكر البيان. أشادت فرنسا بتشكيل حكومة وفاق وطني ليبية بموجب الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة في المغرب. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أكد أن بلاده تدعو مجلس النواب في ظل الأوضاع الطارئة الراهنة إلى الاجتماع في أقرب وقت لمنح ثقته لحكومة الجديدة، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس التي أكد فيها على الحاجة لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق تدعمها كافة الأطراف وتطلع بمهامها الأساسية، لا سيما تحقيق الأمن ووقف تمدد تنظيم داعش الإرهابي. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان مجلس رئاسة في ليبيا ترشيحاته لوزراء حكومة الوفاق الوطني، وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إن ذلك الإعلان يعد خطوة مهمة باتجاه تطبيق الاتفاق السياسي وحل الأزمة في البلاد. وأعرب بان كي مون عن تطلعه لاعتماد تشكيل الحكومة الجديدة كي تتمكن من بدء معالجة التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد، مجددا تأكيد دعوته لجميع الليبيين لدعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي كي تتمكن ليبيا من مواصلة تحولها الديمقراطي. كما رحبت الجزائر بتشكيل حكومة الوفاق، معتبرة أن هذه الخطوة الهامة من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية الخميس أن الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ترحب بتشكيل هذه الحكومة، ودعت الجزائر جميع مكونات الشعب الليبي إلى الالتفاف حولها هذه الحكومة لتمكينها من الشروع في عملية بناء الدولة والمؤسسات لمواجهة مختلف التحديات بالفعالية المطلوبة وخاصة الإرهاب. أجرى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. الاتصال تناول التنسيق والتشاور بين الجانبين المصري والليبي حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والخطوات القادمة على مسار تنفيذ اتفاق صخيرات. وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حرص على إحاطة الوزير المصري سامح شكري بالجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب، معربا عن تطلعه إلى استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين من أجل استكمال استحقاقات الاتفاق السياسي الموقع في صخيرات. وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الجانبين خلال الفترة القادمة. تحدث عمر الأسود عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في مؤتمر صحفي عقده أمس لتوضيح أسباب تعليق عضويته بالمجلس عن أن صياغة الاتفاق السياسي كانت مفككة وبها مخالفات قانونية ونصوص تحتاج للتوضيح. عمر الأسود أضاف بأنه قرر تعليق عضويته وعدم التوقيع على التشكيلة التي أقرت في سكون الليل وفي غرف مغلقة حسب قوله، مطالبا بمنع هذه المخالفات ومشددا على أن لا تمر التشكيلة الحكومية بتبريرات واهية. وفي حديثه عن التشكيلة الوزارية قال أن الحكومة لن تكون قادرة على بناء الدولة بمثل تلك التشكيلة، كاشفا بأنه تم تعيين عدد من الوزراء فقط لصلتهم ببعض النافذين، ذاكرا بأن الكثيرين منهم لا علاقة لهم بالوزارة التي تم تكليفهم بها بدون تطبيق لأدنى معايير الكفاءة والسلوك. وعدم التوقيع على التشكيلة الوزارية. التشكيل الحكومي ظهر على ما أعتقد، و يعني الإجراءات سوف نتخذها في الوقت المناسب. هذه الحكومة
سوف تحكم الشعب الليبي والشعب الليبي كلمته في هذا الشأن. في وثيقة الاتفاق السياسي يجب أن تشكل الحكومة بالتشاور مع أطراف الحوار، وهذا لم يحدث. الحكومة شكلت كما قلت في غرف مغلقة في سكون الليل، ووضحت هذا بشكل واضح. كاميرا 218 تجولت في مدينة غات ورصدت بعض آراء المواطنين حول حكومة الوفاق الوطني وتحدياتها، فلنتابع. رأيي في الحكومة الوفاق الحقيقة تابعنا ما دار حول يعني الحوار الليبي منذ ما حوالي سنة ونص، وفرحنا جدا، أنا كمواطن فرحت جدا بهذه الحكومة لأني أرى فيها طوق النجاة لليبيا لتستمر إن شاء الله في التقدم إن شاء الله والنجاح. وحقيقة أنا ضد كل السياسيين اللي حاولوا يعني يردونا خطوات أخرى للوراء. إن شاء الله هي حكومة أمل وحكومة اتحاد الليبيين، إن شاء الله هو حكومة تحقن دماء الليبيين وتحقن وترد ليبيا الحبيبة لمكانها الواضح في الوطن العربي وفي العالم إن شاء الله. واعتمادها هي أكيد معتمدة، لأن هي حكومة اللي اتفق عليها العالم كله، لأنه مستحيل يكونوا في حكومتين ثلاثة في بلاد واحدة، يعني وبلاد خاصة زينا احنا اللي بين خوت يعني وأهل وفي النهاية وحبايب، يعني الحمد لله إن شاء الله. الحقيقة بالنسبة لحكومة الإنقاذ هي يعني حلم كل ليبي وكل المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى حكومة توافق يستطيع مع الليبيين التواصل اللي بين دولتهم لتحقيق الأمن والاستقرار. وحسب ما توقعنا بالنسبة للبرلمان لا شك أنها بما أنها خاضت تجربة في مخاض الحوارات والنقاشات سيوافق عليها للخروج من هذه المرحلة وللنظر في جوانب أخرى قد تساهم في بناء الدولة الليبية وراء بصدع الليبيين والحروب اللي عاشوها خلال الفترة الماضية كلها. الحمد لله الذي أحيانا إلى هذا الوقت التي نسمع فيها في هذا الوقت أن قد يكون لليبيا إن شاء الله أن تكون حكومة واحدة وليبيا تكون واحدة. هذا احنا الشيء اللي طالبينه، والحمد لله اللي خلانا ربي يحييك لين وصلنا لهذا النهار. أكد مصدر أمني في منطقة سدرة النفطية أن مجموعة تابعة لتنظيم داعش قامت باستهداف أحد خزانات النفط في حظيرة الهروج النفطية في منطقة راس لانوف بالقرب من منطقة سدرة، ما أدى إلى انفجار الخزان واشتعال النار فيه وفي أحد خطوط النفط في المنطقة. الهجوم جرى صباح اليوم باستخدام القنابل اليدوية. هذا وقد أكد متحدث عن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الإنقاذ في مؤتمر صحفي اشتعال قول أن النيران قد اشتعلت في الخزانات المرقمة برقم 10 و 12 و 8 بالإضافة للخزان رقم 5 بميناء رأس لانوف، متوقعا خسارة أكثر من 3 ملايين برميل جراء إصابة هذه الخزانات. وصف البيان الذي تلته المؤسسة الوطنية للنفط حول الأحداث التي شهدتها منطقة راس لانوف اليوم بالكارثي. المؤسسة أشارت إلى أن الكوارث البيئية التي تشهدها منطقة راس لانوف قد تكون عواقبها كبيرة ولا يمكن السيطرة عليها إن لم تتكاثف الجهود على إخماد الحرائق والسيطرة على منطقة الهلال النفطي من قبل الدولة. طبعا الكارثة اليوم اللي صارت كارثة كبيرة جدا وكنا متوقعينها، والأسف الشديد أن منعنا من التخفيف من أثار الاشتباكات في المنطقة. 3 ملايين برميل من النفط قد تكون في طريقها إلى الحرق، هذا ما نتج عن هجوم داعش اليوم على منطقة راس لانوف النفطية، وهي المحاولة الأكثر جرأة لتنظيم يتغذى على الفوضى والدمار. 3 مليون برميل قبل أسبوعين، حوالي 4 مليون برميل. هذه الهجمات تمتد إلى ما أبعد من منطقة الهلال النفطي،
إذ أن التنظيم الإرهابي يرى في محاولاته المتكررة ملاذا حقيقيا له لو بدأت الحرب الدولية عليه، وأن ما يحدث في سوريا والعراق ليس بعيدا عن ليبيا. مشاهدينا الكرام، بالعودة لتوقيع اتفاقية مصالحة بين زنتان وجنزور، وتعليقا على هذا الاتفاق معنا عبر الهاتف من براك الشاطي رئيس مجلس الحكماء والشورى بفزان الشيخ عبد السلام بوحليقة. شيخ عبد السلام، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي. مرحبا شيخ. شيخ عبد السلام، كيف تابعتم اتفاق المصالحة بين زنتان وجنزور؟ كيف كانت الأجواء التي أدت إلى هذه الاتفاقية؟ والله نحن الحقيقة تابعنا بكل ترحاب لهذه الاتفاقية، وبارك الله فيهم، وتمنينا الحقيقة أن الأمور تستمر في جميع أنحاء ليبيا، والمصالحات هذه مطلوبة. ونحن كما تعلم سيدي من 2012 ونحن نتجه لكل المصالحات وكل المشاكل اللي تحصل في ليبيا وبين القبائل، وكنا ننطلق الحقيقة بوعز ضمير من عندنا، وتدخلنا في عدة مصالحات وفي عدة مشاكل بين القبائل وبين المناطق وبين حتى يعني ففيه اللي أخذ بالحقيقة برأينا وبنظرتنا وبكلمتنا، وفيه اللي ما أخذش الموضوع هذا. ولكن الحقيقة نحيي أخوتي زنتان ونحيي أخوتي في كركلة وبارك الله فيهم، ونحيي اللي قاموا بالمجهودات من الحوامد، من قبيلة الحوامد والقبائل اللي الآن قامت بها المصالحة لي، ونشكرهم شكر جزيل بسد هذه الثغرة والتوافق بين الأخوة والأشقاء، لأن لا عندنا الصالح بصراحة أن نتحاسب نحن الليبيين في بعض القرى أو المناطق. وكما تعلم يعني حتى مصالحة الأخوة التبو والطوارق الحقيقة يدعو كنا نحن بسباقين فيها، وكنا وقعنا حتى محاضر سابقة في موضوع المشكلة هذه، وعدة الحقيقة مصالحات، وتدخلنا في عدة مصالحات بين المشاشة والزنتان بين المطرزة وورفلة، ولكن فيه اللي أثمرت النتائج والجهود وفيه اللي ما فيش فايدة. فأنا الحقيقة أولا نزيد أكد على أخوتي الزنتان وقبيلة الزنتان العريقة والقبيلة الشريفة وقبيلة وأخوتنا في تكلة برضو كذلك من القبائل الليبية المهمة جدا، وبارك الله فيهم وقبولهم المصالحة، ونبقى على تسير يعني ما نبقوش العملية غير كما قال واحد رز لحم وخلاص، هذه ما تنفعش، نبقى الحقيقة ونبقى على أرض الواقع أن تستمر المصالحة هذه. نعم شيخ عبد السلام، ما هي الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق؟ الخطوات العملية اللي الآن تم التوقيع عليها والبيان اللي صدر، هي هذه خطوات عملية ولابد من تنفيذها طالما اتفقوا الأطراف على نقاط معينة. وبعيد كما قلت لك الأخوة الحكماء وبارك الله فيهم من الحوامد ومن الريالين أظن، فلابد من تنفيذ هذه النقاط يعني عدم الإخلال بها، لأن الإخلال بها يعتبر يعني زي ما نقولوا الناس يعني عندها كلمة وعندها أخلاق وعندها مبادئ، لابد أن يتم الاتفاق على النقاط اللي وضعوها هذا اللي، وأنا متأكد أن حتى يعني القبيلتين هذين حينزل هذا العمل ويقبل الاتفاق، وطالما هنكمل إن شاء الله الأمور جيدة وتمام تمام إن شاء الله. نعم شيخ عبد السلام، كيف يمكن تعميم مثل هكذا مصالحات في عموم البلاد؟ والله لابد من نحن كحكماء وكناس عقلاء وكمشايخ قبائل علينا المفروض ان نحل الامور هذه، لان ما فيش داعي يا سيدي للقتال بين الليبيين يا اخوان، والله ما في داعي، واحد عليه حاجه بسيطه، واحد عليه قطعه طرد، واحد عليه مش عارف كذا، واحد تنظيم قبيله زي ما مشكله التوارق والتبو، يعني هم أخوة يا رجل، هم عايشين مع بعضهم ونحن نحن بيناتهم مصالح وقعنا وكذا. لكن أنا أقول لك صراحة يعني يا سيدي المشاكل الآن تغذى من جهات وأطراف أخرى لها مصلحة في هذه المشاكل هذه، ومن بينها حتى الليبيين يعني لهم مصلحة في الموضوع هذا، وأنا ما عنديش مشكلة بصراحة بصراحة أن نخشى أحد، المؤتمر والبرلمان الاثنين هذول هم المشكلة بصراحة يعني في بعض مناطق وفي بعض مشاكل يعني تحصل
يعني لو يخلوا الناس تدخلها العقار ويدخلوا العقار ويدخلوا كذا، هم ان شاء الله الامور تمشي على ما يرام وتمشي كذا. لكن الحقيقه المشكله احنا حتى الحكومتين هذين وكذا يعني المفترض يسيب الامور هذين عنهن، واللي الحقيقه حتى انتهت ولايته والله انتهى برنامجه انه يسحب وينضم للشعب الليبي، وتو الان الحمد لله وتم التوافق عليه حكومه يعني باي شكل من الاشكال. كما ذلك الغريق اذا راح يتعلق بقشة، نحن عود من نعيد الحقيقه هذه الحكومه، وقلنا لانها اولا حكومه توافق وحكومه الليبيين الحمد لله والليبيين متكررين، مع العلم معلش اذا كان انا عاصرت عليه ومنوع على بعض نقاط الحقيقه خلل في الحكومه اللي هي مثلا 41 وزير وتو يشكلون لنا 70 وكيل، هذه ما فيش داعي. انا تمنيت من السيد السراج الحكومه اولا يكون نائب واحد بصراحه، يعني نائب لي وحوالي 5 وزارات سياديه مهمه جدا، لان حكومه الان ما هيش حكومه استقرار ولا كذا، حكومه يعني مؤقته مدتها سنه. يعني بندير الزراعه وبندير الصحه وبندير الداخليه وبندير المواصلات، يعني نبغوا الوزارات اللي هي تكون يعني مستحق لها، يعني زي الداخليه والخارجيه والماليه وحتى الصحه والتعليم، يعني ما وزارات مقننه. لكن الان يعني حوالي يعني 41 وزير وبنزيدهم حوالي 76 وكيل، كل وزاره تبي 3 وكلاء، يعني ليش هذا؟ هذا مما يدل على اساس ان الناس هذه وكل منها جاي لتقسيم ليبيا وجاي كذا. انا ربما نقول اقليم فلسان مثل ضرب فلسان حطوا له وكيل، مثل الزراعه واقليم برقه حطوا له وكيل، واقليم المنطقه طرابلس الغرب حطوا له وكيل، معناه ان لنا قسم. ليش ما نكون وكيل واحد؟ يكون وكيل واحد هي غني عن كل المناطق، لأن نحن دولة واحدة وهذا اللي يجب أن يكون بصراحة. نعم الشيخ عبد السلام، هل لك أن تحدثنا أين وصلت الاتفاقية التي أبرمت بين زنتان وككلة؟ والله جو بالنسبة لي الآن اللي المظهور على أساس أن تم الاتفاقية وأبرمت الاتفاقية على أساس أن النقاط اللي تم الاتفاق عليها في زي ما قلت لك بوفد الحوامد وبارك الله فيهم ورجالنا واللي تدخلوا في الموضوع هذا، من الحقيقة الأسماء تو ما يحضرنيش وبارك الله فيهم، وإن شاء الله بعون الله توصل العملية على ما يرام ويتم حتى تبادل الأسرى وتبادل يعني هو والله حتى الأسرة يعني ما نحن ما تبادل المحتجزين او الاخوه او الاشقاء بعضهم ببعض، وتنتهي الظروف ويعودوا كل واحد لمكانه وخاصه سكان تكلا وينهونا من هالفوضى ومن هالمشاكل وتاخوهم وكيف ما كانوا هم مع بعضهم واخوه وحبايب، وهذا اللي نتمناه الحقيقه الاتفاقيه. نعم شكرا جزيلا لك الشيخ عبد السلام بوحليقة رئيس مجلس الحكماء والشورى بفزان، أشكرك جزيل الشكر. لقى الكابتن طيار فتحي الشطي مصرعه بطلق ناري أثناء مشاجرة أمام بيته بمدينة طرابلس. مصادر صحفية ذكرت أن المشاجرة كانت بين قريب الشطي ومسلحين، واستمرت بعدها إلى أن وصلت إلى بيت الشطي مما اضطره لاستخدام سلاحه الشخصي وقتل أحد المسلحين، الأمر الذي جعل المسلحين يردون عليه ويقتلونه. قال النائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبد السلام البدري في تصريح خاص ل 218 أن المجلس البلدي بمدينة البيضاء لا يملك أن ينقل الحكومة، لأن البيضاء بحكم الإعلان هي عاصمة ليبيا على حد وصفه، مضيفا بأن رئاسة الوزراء تدرس البدائل حتى لا تصعد الموقف. فلنتابع. أمانة لا نريد أن نكون ناخذ فعل ورد فعل، يعني ما قام به المجلس البلدي لمدينة البيضاء هو خطأ، لأن أصلا لا يملك المجلس البلدي أن ينقل الحكومة، الحكومة موجودة في البيضاء والبيضاء بحكم الإعلان وبحكم الواقع هي عاصمة ليبيا، وبالتالي لا يجوز أنه ينقلها
عميد بلدية والله مجلس بلدي والله غيره، يعني هو كون مثلا عندهم ردود أفعال على تصرفات معينة أو على مصالح معينة هذا شيء آخر، لكن احنا ندرس البدائل لأن احنا لا نرغب في تصعيد الموقف أو في الصدام مع الطوائف الأخرى، لأن احنا أنا شخصيا البيضة عندي فيها أصدقاء وعندي فيها أقارب وعندي فيها ذكريات، وما هيش يعني ليست مدينة منبوذة بالنسبة لي أنا، يعني كل ما حصل أن هناك بعض التصرفات الخاطئة وبعض الأشياء اللي هي للأسف الشديد حتى المجلس المحلي لمدينة البيضاء لم يسأل عنها، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالكهرباء وانقطاع الكهرباء، لم يقم بتقديم استفسار وسؤال علمي عن لماذا لم يتم تنفيذ الوحدات المجرورة أو ما هي العوائق أمام تنفيذ الوحدات المجرورة. كل ما هو بدأوا بكيل الاتهامات اللي هي الحقيقة كانت مؤلمة بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني لما تتهمني بالسرقة والنهبة والدوعشة وهو باطل في باطل في باطل الحقيقة، يعني ولكن أنا أكبر من أني نأخذ ردة فعل على مدينة بكاملها نتيجة تصرفات رعنة من بعض الأشخاص اللي هم قاموا بكتابة المناشير أو بتوزيعها. يعني إذا كان في فساد كيف يكون هناك فساد وأنا نمنع في فتح الاعتمادات أو في إذا كان نقول أن هذا 140 أو 200 مليون بالديرة ب 680 مليون ب 668 مليون الفساد أيهما؟ الفساد هو اللي يطلب بالسعر الأعلى، إذا الفساد ليس لدينا، لدى الجانب الآخر الذي يشجع استجلاب هذه المواد اللي هي غير مجدية. وبالنهاية أنا طبعا حتى الدولة حتى الحكومة طلبت منهم أن هم الملف هذا يطلع من عندنا، وإذا أراد الليبيون أن هم يبذروا أموالهم ويصرفوهم يمينا وشمالا ليكون ذلك يعني في النهاية، لكن هل يستطيع المدافعون عنه أن يضمنوا؟ لماذا لم يسأل شركة البريغة هل تستطيع توفير 120 سيارة يوميا؟ هل تستطيع توفير الغسيل؟ هل في الإمكان فعلا تمويل هذه المشاريع؟ احنا كحكومة كل ما صرفناه مليار ونص في شكل قروض من المصارف، من أين سنأتي بال 600 مليون؟ وإذا كان تم وفق لهم ربي وصار من حكومة وفاق ليعرض الموضوع على حكومة وفاق، سوف لن يرمى من الشباك، يرمى في مش في البحر، يرمى في أي أقرب دمبينج أريا، أي أقرب مكان للقمامة. وبالتالي لا أعتقد أن ردة الفعل يجب أن تكون هكذا، لأن عرب البيضاء مش مسؤولين على تصرفات المجلس المحلي الغير مسؤولة، هذه تصرفات غير مسؤولة. أنا في الحكومة والحكومة تمثل ليبيا كلها، ما تمثلش البيضاء، الحكومة هي حكومة كل ليبيا والبيضاء هي عاصمة ليبيا الآن. مع تفاقم الأزمات السياسية والعسكرية الأزمة الإدارية تنعكس على الاقتصاد أيضا وتسبب حالة من الفوضى، التفاصيل في التقرير التالي. بفضل الله يعاوني أنهينا تشكيل حكومة الوفاق الوطني. في أثناء وضع التشكيلة الوزارية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومع تحجج مجلس النواب في التصويت على الحكومة، تطرد حكومة الثني من مقر إقامتها في البيضاء من مجلس بلدي تابع لها، وهذا من أغرب القرارات السياسية على الإطلاق. مجلس بلدي يبدأ رسالته بتقدير معالي سيد الوزراء ويختمها مهددا باستخدام القوة، ويستعمل في بيان طرده ختم الحكومة المؤقتة نفسها. يبرر عميد بلدية البيضاء علي حسين قراره بسبب تفاقم الأزمات التي تعيشها المدينة من غلاء الأسعار والفساد الإداري وانقطاع للكهرباء ونقص في البنزين والغاز، وأن الحكومة صارت تأتي بالمشاكل ولا تأتي بالحلول، وبهذا يلقي المجلس البلدي للمدينة كل هذه المشاكل على عاتق الحكومة التي يتبعها ويرفع يده عنها، ولا ندري ما خطط البلدية وما ستفعله إزاء كل هذه المشاكل. بلدية المرج قامت بمراسلة الحكومة ودعوتها للمدينة وقالت إنها مستعدة لاحتضانها بمؤسساتها ووزاراتها وتأمين سير عملها،
إلى أن يتم التوافق الكامل على حكومة الوفاق. البلاد في مأزق إداري إلى جانب أزماتها المعيشية والاقتصادية، إضافة إلى عدم اتخاذ موقف صريح من حكومة الوفاق التي شكلت لتنهي حالة الفوضى وتعيد الاستقرار إلى البلاد. وصل إلى القاهرة رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني على رأس وفد رفيع. الوفد سيلتقي خلال هذه الزيارة عددا من المسؤولين المصريين، وتهدف لبحث الملفات المشتركة بين البلدين ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. تواردت أخبار عن انتهاء تنظيم داعش في مدينة السرت من بناء سجن جديد غرب المدينة بإحدى المزارع، يتسع حسب وصف شهود عيان لأكثر من 400 معتقل، يتصف بالحراسات المشددة من قبل عناصر التنظيم الأجنبية مع إشراف أحد أبرز قياداتهم التونسي الجنسية. وقد أكدت الأخبار بأنه قد تم خلال 24 ساعة تحويل معتقلين من السجن القديم بوسط المدينة إلى السجن الجديد كتحول من تأثير أي ضربات جوية محتملة. في سياق آخر، تحدثت مصادر محلية عن عقد التنظيم لدورات تثقيفية وإلقاء محاضرات لنشر فكره ومعتقداته، وكان الحضور إجباريا، ويعتمد التنظيم في سياق بث أفكاره عبر هكذا دورات إلى إجراء امتحانات تعلن بعدها ما يعتبره التنظيم توبة للموظفين والسكان بالمدينة. قصف سلاح الجو صباح اليوم تمركزات الجماعات المتطرفة جنوب مدينة جدابية، مدمرا أوكارهم وأسلحتهم في الحي الصناعي بالمدينة. هذا وقد قالت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مصدر مطلع في المدينة قوله أن حي اسطنبول الواقع بين الحي الصناعي وشارع طرابلس بوسط المدينة قد شهد البارحة اشتباكات عنيفة بين الكتيبة 21 حرس حدود وسكان الحي مع مسلحين من داعش. قال مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني أن المجتمع الدولي ملزم بتقديم الدعم إلى ليبيا التي مزقتها الحروب. وعلى هامش اجتماع رباعي ضم وزراء الدفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحدث فالون بأن الجميع في انتظار اتفاق سياسي. يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقده الوزراء الأربعة لبحث آخر تطورات الوضع في الحرب على التنظيم داعش. فالون أضاف بأنهم ملتزمون على المستوى الدولي بفعل كل ما يمكن من أجل دعم السلطة السياسية الجديدة في ليبيا، وفي إشارة إلى التحضيرات الجارية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مشاكل الكهرباء والنظافة والنازحين في بنغازي لعدم وصول أي دعم حكومي. أزنتان وجنزور ينهيان الخلاف بينهما ويوقعان اتفاق مصالحة. مجلس الأمن يطالب مجلس النواب المصادقة على حكومة الوفاق. خسارة 3 ملايين برميل من النفط نتيجة استهداف داعش لخزانات شركة الهروج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. شهدت ساحة الشهداء بتجورا اليوم انطلاق مبادرة معا نرسم السلام والفرحة على وجوه أبنائنا. المبادرة جاءت بإشراف منظمة تهدف لدعم المرأة والشباب وبمشاركة مكتب التعليم تجورا وأعضاء منظمة بصمة شباب زليتون وعدد من طلاب المدارس بطرابلس.
تجورة وأكيد بوادر الخير من مدينة الخلق. أسسنا المنظمة هذه اللي كان شعارنا الأساسي فيها السلام، عنواننا السلام، مبادرات نشتغلوا على المرأة والشباب، وكان أول عمل لنا كان باب المصالحة الوطنية، اشتغلنا على المصالحة الوطنية، اشتغلنا على زيارات كانفجار اللي صار في الزيتون، وقدمنا تعازي لمدينة الزيتون. فكانت فكرتنا احنا على برنامج رسم جدار السلام كان بتكون من تاجورة، فلما صار الحدث في الزيتون يعني طلبوا منا شباب البصمة ومجموعة ناشطين والبلدي الزيتون أن يكون الجدار الأصلي في مدينة الزيتون في مكان الانفجار حتى يعطي صورة حلوة للمارين يعني من المكان، بحكم انه هو المكان يعني اصبح في حاله مسيئه جدا يعني. طبعا نفتخر احنا فوج كشاف مرشدات فوج تاجوره بالمشاركه في يوم العالمي للسلام. طبعا جتنا دعوه احنا عن طريق المنظمه اللي مداره هذا الحدث، وحبينا نشاركه طبعا معهم، واحنا نحبدوا الحاجه هذه اللي في وقتنا هذه في الازمه هذه ماذا بينا ان احنا حاجه هيك تفرح الصغار، حاجه تعطي امل للناس، وحدث حلو ومميز ومكان كان حلو، الجو جاي ما شاء الله الحمد لله على خاطر الصغار الحمد لله جاي جو كويس، وان شاء الله تكون مشاركه مثمره ومتميزه. اللي هي اطلقنا مبادره اليوم اللي هي بعد نهايه الفصل الاول الدراسي، مبادره معا نرسم السلام، لنرسم الفرحه على وجوه اطفالنا وابنائنا وتلاميذنا، والغايه والهدف منها اللي هي تعزيز السلام، وهي طبعا هذه ما كانش الفكره هيك، هي كانت معا نرسم جدار السلام، لكن بسبب زيارة المنظمة لأحداث الأخيرة لمدينة زليطن قررنا أن نكون انطلاقة متاع جدار السلام من مدينة زليطن، واليوم بدنا بها وهي مبادرة السلام من تاجورة لتعزيز السلام من تاجورة في ميدان شهداء تاجورة، والهدف أن خدينا المستهدفين الأطفال، لأن الأطفال هم نواة المجتمع وهم أساس الأسرة، والأسرة هي اللي تعطي الأمن والأمان للأسرة، وإحنا طبعا أكيد الأمان والسلام فقدناه من 5 سنين فات في الأسرة لداخل ليبيا. أكد عضو المجلس البلدي بني غازي زكريا بلتمر في لقاء مع 218 أن مشاكل الكهرباء والنظافة والنازحين تتفاقم بسبب عدم وصول أي دعم حكومي للمجلس البلدي، وأن صيانة محطة الكهرباء وعمليات تنظيف المدينة هي جهود فردية قام بها أفراد المدينة من أجل حلحلة الأزمات التي تمر بها بني غازي، ومؤكدا على أن جميع المشاكل الخدمية في بني غازي هي بسبب النقص المالي الذي تعاني منه المدينة. المهندسين في شركة كهرباء بصراحة قاموا بمجهودات غير عادية، يعني حتى الصيانات مفروض تقوم بها شركات أجنبية قاموا هم بصيانة هذا الأعطال، ولكن نقص الإمكانيات ونقص المعدات ونقص الاحتياجات أدى إن يكون هذا النقص في الكهرباء والتوليد مستمر، لأن لا يوجد أحد دعم شركة كهرباء في المنطقة الشرقية. شبكة مفصولة من محطة الزويتينة إلى مساعد، هذه شبكة مستقلة لا يوجد لديها أي دعم من الحكومة. نحن في بنغازي راهن عانوا في الأمرين من القمامة، الأمر أصبح أن يوصل إلى كارثة داخل مدينة بنغازي، وشركة الخدمات واقفة على العمل نتيجة لعدم صرف مرتبات العاملين. يعني نحن ما نتوقعش أن موظف لمدة 12 شهر ما يأخذش مرتبة، في حين أن رئاسة الوزراء قالتنا أن نحن صرفنا مرتبات لشركة الخدمات، ولكن سيد وزير حكم محلي لم يقوم بإعطائها إلى شركة الخدمات. اتفاجأنا بقرار من السيد الوزير في شركات نسمو فيها نحن الشركات المساندة، هي نوعا ما تقوم بجمع القمامة، هذه الشركات قام السيد الوزير أيضا بإيقافها. عدة مراسلات أرسلناها للسيد وزير حكم محلي وإلى الآن لم نجد رد على هذه المراسلات، الغرض من هذا لا نعرفه إلى الآن، ولكن الوضع يتكلم في مدينة بنغازي أن تكون بنغازي بهذه الوضعية المؤسفة المؤلمة، تكون البيئة مدمرة داخل مدينة بنغازي. التقصير كان بصراحة من رئاسة الوزراء، كان التقصير لو لم يكن هذا التقصير لكان الوضع في بنغازي أفضل من ذلك رغم وجود الحرب، ولكن عدم دعم النازحين، عدم دعم شركة كهرباء، عدم دعم شركة النظافة هو ما جعل هذه الشركات أو هذه الأمور تقف على عاتق الدعم المالي. نحن كل ما نعانيه هو الدعم المالي داخل مدينة بنغازي. تتعرض محطة الشمال بني غازي البخارية التي تغذي المنطقة الشرقية إلى مجموعة من المشاكل على خلفية استهدافها مؤخرا بمجموعة من القذائف أخرجتها عن الخدمة لأيام عديدة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، هذا لسان حال الكهرباء في جميع أنحاء البلاد في ظل حكومتين وبرلمانين. فشركة الكهرباء التي يشتكي مهندسوها من قلة الإمكانيات وعدم توفر إمكانية الصيانة الدورية لشبكاتها لم تنل بعد مكانا من اهتمام المسؤولين. تفاقمت أزمة نقص الكهرباء التي تلاحق الليبيين منذ أكثر من سنتين دون أي خطوات جدية من الحكومات لحلها، فقد زاد عدد ساعات انقطاع الكهرباء ليصل أكثر من 15 ساعة في اليوم. الجماعات المتطرفة جعلت من أبراج ومحطات الكهرباء هدفا رئيسيا لها، فقد تم خلال هذا الشهر تكثيف القصف على المحطة البخارية لشمال بنغازي التي تغذي شرق البلاد بالكامل، الأمر الذي سبب في أعطال كبيرة بها قدرت ب70%. محطة شمال بنغازي البخارية التي تغطي المنطقة ما بين جروثة غربا إلى مساعد شرقا تعاني الآن مشكلة كبيرة بسبب هذه الأعطال. أصدر مكتبها الإعلامي تقريرا عن تشغيل الشبكة بتاريخ 19 من شهر يناير 2016. أكد بأن عجز التوليد واختناقات كوابل الجهد المتوسط ببنغازي وعجزا في التوليد من المرج إلى طبرق، وأن ساعات طرح الأحمال هي من 9 إلى 12 ساعة. زيادة ساعات الانقطاع الكهربائي في فصل الشتاء أدت إلى مشاكل كثيرة، من أبرزها موت طفلة في قرية سلنطة بالجبل الأخضر نتيجة شدة البرودة، رغم أنه ليس النقص الوحيد الذي يعانيه المواطن الليبي، ولكنه الأهم كونه يعد أساسا في تدفق الحياة أمام سلبية تامة من أصحاب القرار الذين لم يلامسوا بعد احتياجات الناس وتوفير أبسطها. النشرة مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل حملة للقضاء على القمامة في بنغازي. سيكلف فرنسا ذلك؟ تنظيمات مقابل دول للعمل على إسقاط النظام ومحاربة داعش. هي فشل للجميع وبالعكس هي إنجاز للقوات المتطرفة. التعامل مع هذه الجالية وكيف سيتم التعامل مع ملفات الإرهاب واللاجئين في فرنسا؟ خير دكتورة، كيف الأخبار؟ من الحبيبة ليبيا معانا رئيس فرع جوزات الجبل الأخضر النمسا، ومع السيد حسام رجبان من إيطاليا إلى تونس، ومع الدكتورة فاطمة. معايا أنا علي ترهون. أزنتان وجنزور ينهيان الخلاف بينهما ويوقعان اتفاق مصالح. مجلس النواب يطالب مجلس النواب مجلس الأمن الدولي يطالب مجلس النواب المصادقة على حكومة الوفاق الوطني. خسارة 3 ملايين برميل من النفط نتيجة استهداف داعش لخزانات شركة الهروج. أهلا بكم من جديد. تحولت شوارع مدينة بنغازي خلال الفترة الأخيرة إلى مكبات للقمامة نتيجة إضراب الشركة العامة للنظافة على العمل، الأمر الذي اضطر المجلس البلدي إلى إطلاق حملة مدينتنا مدينتنا بيتنا. التقرير التالي وتفاصيل.
مدينة بنغازي التي تعاني الكثير من المشاكل، ولكن أكبرها هي أكياس القمامة التي تنقض على أنفاس ونسيم المدينة العليل لتحوله إلى روائح كريهة وجراثيم ناقلة للأمراض لتكون إضافة لأنواع الموت فيها. تحولت في الفترات الأخيرة إلى مكب كبير للقمامة بعد أن وقفت الجهات المسؤولة عاجزة عن حلحلة المشكلة التي لم تنتهي منذ زمن، والمتمثلة في إضراب الشركة العامة للنظافة عن العمل بسبب تأخر مرتباتهم، الأمر الذي يراه البعض حقا أريد به باطل. تعرضنا والله للبعوض والذباب والروائح الكريهة سببا بعض الأمراض لبعض الناس معانا في الأحياء هنا، خاصة العمارات المطلة على الشارع عندنا. هي حتى الناموس غريب الشكل، الدبان غريب الشكل، يعني حرام بالله عليكم من يفطنونا. نحن رانا قاعدين في مدينة بنغازي، قاعدين في وسط المدينة، أطفالنا نسائنا عزيزنا شيابنا. السلبية هذه طبعا توجه أكثر أشخاص هم المواطنين. قبل ما أني نا اللوم على شركة خدمات والمجلس البلدي، أهالي المدينة لم يتوقفوا أيضا عن الحملات التطوعية من أجل مدينتهم، ولكن هذا الأمر أكبر من أن يستمر، فهو عمل وواجب يومي، غير ذلك يتطلب إمكانيات دائمة من أجل استمراره. بسبب الظروف اللي مرت بها شركة خدمات العامة، يعني اللي هم 11 شهر ما أخذوش مرتباتهم، اضطرينا نحن نخدم بنغازي بسبب الظروف، بسبب الأمراض الوباء. طبعا نحن لنا يومين نخدمه، من يوم 16/1 خدمنا في حي السلام، وخدمنا في زواوة، وخدمنا في طريق الجلاء. طبعا كيف ما تشوف خدمين بداية الشارع لعنية الشارع. الحملة هذه مجانية تبع المجلس البلدي. بدوره أطلق المجلس البلدي بنغازي حملة مدينتنا بيتنا، التي انطلقت بتنظيف الشوارع بمشاركة الكثير من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، غير أنه ما أن تقول بأنها حملة فهذا يعني أنها مؤقتة، وسوف تعود القمامة للتكدس من جديد وتخفي معالم مدينة عرفت بجمالها وأناقتها. شوارع عادت إلى إشراقتها، فإلى متى ستستمر هذه الإشراقة؟ قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم بأن الحكومة وافقت على بيع العراق قنابل ذكية وصواريخ من طراز سايند ويندر وذخائر أخرى للاستخدام في اسطوله المكون من 36 مقاتلة من طراز F-16 في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 2 مليار دولار. وذكرت وكالة التعاون الأمني التابعة للخارجية الأمريكية في بيان لها إن هذه الصفقة المقترحة تمكن العراق من الحفاظ بشكل كامل على طائراته واستخدامها، ودعم تدريب الطيارين لتحقيق مساعدة الجيش العراقي من التهديدات الحالية من تنظيم داعش والجماعات الإرهابية المستقبلية. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل إبراهيم الحوتي.